لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. قال الشيخ السعدي رحمه الله: قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، هذا إرشاد آخر بعدما أرشدهم إلى التدبير في من يباشر القتال، أرشدهم إلى أنهم يبدأون بالأقرب فالأقرب من الكفار، والغلظة عليهم والشدة في القتال والشجاعة والثبات. وقوله واعلموا أن الله مع المتقين، أي ليكن لديكم علم أن المعونة من الله تنزل بحسب التقوى، فلازموا على تقوى الله يعينكم وينصركم على عدوكم. وهذا العموم في قوله قاتلوا الذين يلونكم من الكفار مخصوص بما إذا كانت المصلحة في قتال غير الذين يلوننا، وأنواع المصالح كثيرة جدا. وقوله وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، يقول تعالى مبينا حال المنافقين وحال المؤمنين عند نزول القرآن وتفاوت ما بين الفريقين. وإذا ما أنزلت سورة أي فيها الأمر والنهي والخبر عن نفسه الكريمة وعن الأمور الغائبة والحث على الجهاد، فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، أي حصل الاستفهام لمن حصل له الإيمان بها من الطائفتين. قال تعالى مبينا الحال الواقعة: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، أي بالعلم بها وفهمها واعتقادها والعمل بها والرغبة في فعل الخير والانكفاف عن فعل الشر، وهم يستبشرون، يبشر بعضهم بعضا بما من الله عليهم من آياته والتوفيق لفهمها والعمل بها. وهذا دال على انشراح صدورهم لآيات الله وطمأنينة قلوبهم وسرعة انقيادهم لما تحثهم عليه. وأما الذين في قلوبهم مرض أي شك ونفاق والعياذ بالله، فزادتهم رجسا إلى رجسهم، أي مرضا إلى مرضهم وشكا إلى شكهم، من حيث أنهم كفروا بها وعاندوها وأعرضوا عنها فازداد لذلك مرضهم، وترامى بهم الهلاك والطبع على قلوبهم حتى ماتوا وهم كافرون. وهذا عقوبة لهم لأنهم كفروا بآيات الله وعصوا رسوله، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. يقول تعالى موبخا لهم إقامتهم على ما هم عليه من الكفر والنفاق: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، أي بما يصيبهم من البلايا والأمراض
وبما يبتلون من الأوامر الإلهية التي يراد بها اختبارهم، ثم لا يتوبون أي عما هم عليه من الشر، ولا هم يذكرون أي ما ينفعهم فيفعلونه وما يضرهم فيتركونه، فالله يبتليهم كما هي سنته في سائر الأمم بالسراء والضراء بالأوامر والنواهي ليرجعوا إليه، ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وفي هذه الآيات دليل على أن الإيمان يزيد وينقص كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، وأنه ينبغي للمؤمن أن يتفقد إيمانه ويتعاهده فيجدده وينميه ليكون دائما في صعود. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، يعني أن المنافقين الذين يحذرون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، إذا نزلت سورة ليؤمنوا بها ويعملوا بمضمونها نظر بعضهم إلى بعض، أي جازمين على ترك العمل بها، ينتظرون الفرصة في الاختفاء عن أعين المؤمنين، يقولون هل يراكم من أحد، ثم انصرفوا متسللين وانقلبوا معرضين، فجازاهم الله بعقوبة من جنس عملهم، كما انصرفوا عن العمل صرف الله قلوبهم، أي صدها عن الحق وخذلها بأنهم قوم لا يفقهون، يعني لا يفقهون فقها ينفعهم، فإنهم لو فقهوا لكانوا إذا نزلت سورة آمنوا بها وانقادوا لأمرها. والمقصود من هذا بيان شدة نفورهم عن الجهاد وغيره من شرائع الإيمان، كما قال تعالى فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. نتعلم من هذه الآيات المباركات الأمر بالقتال والجهاد، وأنه يكون للأقرب فالأقرب حسب المصلحة، وفيها أيضا الأمر بالغلظة على الكافرين كما قال الله وليجدوا فيكم غلظة، وهذا في القتال، وفي المقابل الرفق بالمؤمنين. فليتفقد كل واحد منا نفسه، هل هو يطبق هذه الآيات؟ هل هو يوالي أهل الإيمان ويعادي أهل الكفران؟ هل يترفق بإخوانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك دينا فعلي، ومن ترك مالا فلورثته، كما عند أحمد وغيره. وفي قوله واعلموا أن الله مع المتقين إثبات معية الله، إثبات معية الله لخلقه، معية عامة بالعلم والاطلاع والإحاطة، ومعية خاصة للمؤمنين والمتقين الصابرين وغير ذلك من أوصافهم، وتكون بالحفظ والرعاية والتأييد والنصر، وذلك بحسب قيام العبد بأوامر ربه. وفيها أيضا القاعدة العظيمة من قواعد أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وفي الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن، ولا يقتل وهو مؤمن كما عند البخاري، أي الإيمان يرتفع عنه أي كماله الواجب، ثم إذا تاب عاد إليه مرة أخرى. وأيضا في الحديث الآخر تفاوت الإيمان في شعبه، فأعلاها أو أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. أيضا فإذا في غاية الأهمية، وهي كيف هي أثر القرآن على قلوبنا، هل يزيد إيماننا باستماعه وتدبره ويدفعنا ذلك للعمل به، أم يعرض بعض أهل الإسلام عن القرآن ولا حول ولا قوة إلا بالله، وربما وصل الحال بهم إلى الاتصاف ببعض أوصاف المنافقين والعياذ بالله، أعوذ بالله من ذلك. فالقرآن خير وبشرى لأهل الإيمان، وعلى أهل النفاق والعياذ بالله يزدادون بسببه رجسا إلى رجسهم، والعلة في قلوبهم المريضة السقيمة وليس في الآيات، العلة في المصدر المستقبل الذي لم ينتفع بهذه الآيات. أيضا تفيدنا
أن الحياة دار ابتلاء واختبار، وعلى العبد أن ينتبه لما يصيبه، فهي رسائل من الله عز وجل للعبد تعيده إلى الطريق وتنبهه من الغفلة. فما كان من خير وشر يصيب العبد في هذه الحياة فهو من هذا القبيل، وعليه التوبة والإنابة إلى الله عز وجل. أخيرا، خطر النفاق وأثره على صاحبه في الدنيا والآخرة. فالنفاق وفساد القلب لم ينتفع بسببه هؤلاء بالقرآن الكريم ولا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، بل انصرفوا عن القرآن وعن الإيمان وأعرضوا، فعوقبوا بصرف القلوب، والله عز وجل حكم عدل لا يظلم الناس شيئا. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.